وديعة سومر في وسط العراق، سفيرتها الدولة المدنية في وادي ديالة، والمملكة التي بحثت عن الاستقلال على الدوام. أهلا بكم في المنقب. منذ أن دبت الحضارة في أوصال الأرض التي عرفت منذ القدم ببلاد ما بين النهرين، ثمة مكان منها كان خصبا للغاية، إذ تحيطه الأنهار الرئيسة والفرعية لتمنحه خصبا فوق خصبه، سهلا سلسا وآمنا في موقع استراتيجي من هذه الأرض، إذ يتوسط أربع جهات في كل جهة منها نشأت حضارة عظيمة. وفي هذه الأرض نشأت مملكة سومرية كقدم وطأت أرضاً أكادية. فعلى الرغم من أنها تقع في وادي ديالة شمال شرق سومر، إلا أن المدينة كانت تنتمي بشكل طبيعي للوسط الثقافي السومري. إنها مملكة إشنون التي احتلت المثلث الخصبة ما بين نهر دجلة ونهر ديالة وسفوح جبال زاغروس الشرقية. سميت إشنون بهذا الاسم نسبة إلى عاصمتها إشنون التي تعرف اليوم بتل أسمر، وهو أكبر التلول الأثرية الموجودة في المنطقة. وذهب بعض الباحثين إن أصل اسم إشنون مشتق من إشنون، الذي يرجع إلى اشتقاق شعبي سومري بمعنى هيكل الأمير. نهضت مملكة إشنون بعد نهاية السلالة أور الثالثة على يد الآموريين، إذ عادت البلاد إلى دويلات بعد أن كانت مجتمعة بدولة واحدة، حيث أطلق على هذا العصر بالعصر البابلي القديم، وهي الفترة الواقعة ما بين نهاية سلالة أور الثالثة ونهاية سلالة بابل الأولى، حيث انقسمت بلاد الرافدين إلى مجموعة من دويلات المدن في عصر يسمى بعصر إيسن لارسا. اتخذت هذه المملكة من بقعة فيها عاصمة تعرف اليوم بقاياها بتل أسمر. يقع تل أسمر على بعد 38 كيلومتر في خط مستقيم شمال شرق بغداد، و30 كيلومتر في خط مستقيم إلى الجنوب الشرقي من بعقوبة. كانت إشنون التي عرفت على لسان أهلها باسم مملكة وارم محتلة منذ عهد جمدة نصر حوالي عام 3000 قبل الميلاد، وكانت مدينة رئيسية خلال فترة الأسر الحاكمة في بلاد ما بين النهرين. وبدءا من صعود الإمبراطورية الأكادية، تأرجحت إشنون بين فترات من الاستقلال وهيمنة الإمبراطوريات مثل سلالة أور الثالثة وإيسن. ونظرا لوقوعها على طرق التجارة المربحة، عملت إلى حد ما كبوابة بين ثقافة بلاد ما بين النهرين والثقافة العلامية. طرق التجارة هذه أعطتها امتياز الوصول إلى عديد من البضائع الغريبة ورواج بعض السلع كالخيول والنحاس والقصدير والمعادن الأخرى والأحجار الكريمة. وفي قبر في إشنونة عثر على قلادة مصنوعة من الكوبالت المستورد من زنجبار، وعثر على عدد صغير من الأختام والخرز من حضارة وادي السند. منذ أعمق أعماق التاريخ نشأت إشنونة في تل أسمر، وصارت مدينة رئيسية خلال فترة الأسرات المبكرة.
إن موقع مملكة إشنونة كان يمثل حلقة وصل بين شبكة من الطرق الداخلية والخارجية التي استخدمت للأغراض السلمية والحربية، فارتبطت بآشور من جهة الشمال وببلاد أكد وسومر من الجنوب، علاوة على اتصالها الخارجي مع بلاد علام من ناحية الشرق. كل ذلك جعلها ملتقى للتيارات الثقافية والحضارية القادمة إليها من تلك الجهات، ووسمها بطابع محلي خاص فضلاً عن الطابع العام للحضارة العراقية القديمة. يمكن للباحثين أن يقسموا تاريخ مملكة إشنونة لسبعة مراحل، هي عهد التبعية الاستقلال ومرحلة الضعف الأولى. أما المرحلة الثالثة فتقسم على قسمين، عهد السيادة والبناء وعهد الازدهار والتوسع. أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الضعف الثاني، ويمكن تقسيم المرحلة الخامسة على قسمين، عهد النهوض الأخير أو صحوة الموت، ثم عهد الموت والفناء. لقد ارتفع شأن مملكة إشنونة في حقبة الأموريين الذين دخلوا وادي الرافدين خلال الألف الثاني قبل الميلاد، وأشهر مدن هذه المملكة تل حرمل التي تعرف باسم شديم أو شادويم، وتل خفاجي التي تعرف باسم توتب، وتل الضباعي التي تعرف باسم زارلو، وتل إشقالي نيربتم، وتل أجرب دوريموش، وتل السيب وحداد الذي يعرف باسم مدينة ميتوران. كان أول حاكم للمدينة يدعى أوركودينا، وبعده جاء كلامو ثم إيتوريا، الذي أعلن استقلال إشنونة في السنة الثانية من زمن الملك السومري الأخير أبيسين. وقد بنى إيتوريا هذا قصرا ومعبدا مخصصا لشوسين، واستخدم خلفاءه لقب الحاكم وليس الملك، لأن لقب ملك المدينة مخصص لتشيباك إله المدينة. كان الملوك اللاحقون يحملون أسماء إعلامية ككيركيري وبلالاما، مما يوحي بأن إشنونة احتفظت بعلاقات جيدة مع الإعلاميين، وربما إنها وقعت تحت ضمهم. كانت إشنونة بوابة التجارة المربحة في هذه البقعة من العالم، فتاجرت فيما بين بلاد النهرين وشرقا إلى إيلام وأقصى الشرق وصولا إلى بلاد السند. بلغت إشنونة في الفترة الأولى من نشوئها مستوى ملحوظا من الازدهار السياسي والاقتصادي، واشتهر من حكامها إيلو شعيلة صانع الاستقلال الحقيقي والمؤله لنفسه، وكيركيري وابنه بلالاما الذي شيد المدينة الجديدة المعروفة بتوتب وقوى تحصينات العاصمة. حلت بالمملكة فترة من الضعف والنكسات المستمرة بعد وفاة بلالاما عام 1975 قبل الميلاد، بحيث صارت هذه المملكة تابعة لدولة إيسين فترة من الزمن، وللدير مرة أخرى، وحتى لكيش. غير أن موسع إشنونة، وهو اللقب الذي أطلقه على نفسه ملكها أبق أدد الأول، الذي حكم في حدود 1890 قبل الميلاد، استطاع أن يستعيد مجد المملكة حيث اندفع غرباً ليحتل ربي قوم على الفرات قرب الرماد الحالية، ثم تقدم إلى آشور على دجلة وسهل أربيل وإشناكوم على نهر الخابور، وبذلك فإنه قد قطع أي توسع لبابل نحو الشمال.
ومن هنا نفهم إن ملوك إشنونة استهدفوا الهيمنة على كامل وادي دجلة والجزيرة العليا وسفوح الجبال الشمالية، والسيطرة على نهر الفرات كطريق تجاري مهم، في حين وردتنا إشارات على تحرك عسكري من إشنونة إلى مملكة قطن السورية. ونرى تأثيرات هذه المملكة قد وصلت إلى ما وراء بلاد آشور وإلى حدود منطقة الخابور الأعلى في عهد ابن أبق آداد نرمسين، وهو نرمسين نفسه الذي جاء ذكره في جداول الملوك الآشورية. وهناك رسالة وجدت في تل حرمل تعود إلى عهد هذا الملك، تشير إلى نفوذ سياسي مؤقت لإشنونة في منطقة أورشوم، إذا ما صح مطابقة أورشتوم المذكورة في هذه الرسالة مع أورشوم الواقعة في شمال سوريا. من الملوك المهمين لهذه المملكة هو إيبال بإيل الثاني المعاصر للملك حمورابي، الذي قام بحملتين عسكريتين، الأولى على بلاد آشور والثانية على مملكة ماري، والتي كان يحكم فيها ملكها الشهير زمرلم، الذي نقرأ في أحد الرسائل طلبه المساعدة من بعض المناطق المجاورة ضد خطر إشنونة وحليفتها بلاد إيلام، في حين كان حمورابي حليفا لزمرلم في حربه هذه لمصالحهما المشتركة للوقوف ضد التحالف إشنونة والإيلاميين، هذا التحالف الذي كان يهدد الطرق التجارية التي تأتي من الشرق باتجاه بابل وماري. ولكن تلك الحرب التي خاضتها مملكة إشنونة قوضت دعائم حكمها، بحيث إنها لم تستطع الوقوف أمام حمورابي الذي ضمها إلى مملكته الموحدة في عهد ملكها الأخير ظليسين عام 1761 قبل الميلاد. فبعد أن ارتفعت إلى مرتبة دولة مستقلة في الألفية الثانية في وقت مبكر، دخلت إشنونة تحت السيطرة البابلية بعد أن غزاها الملك حمورابي في السنة 38 من حكمه، وبالتالي ابتلعت داخل الإمبراطورية البابلية القديمة التي تسمى أحياناً سلالة بابل الأولى، وحاول حكامها التخلص من تلك السيطرة دون جدوى. فقد خاض سمس إيلون عند اعتلائه لعرش بابل حرباً ضد أقيش تشباك الذي أعلن نفسه ملكاً على إشنونة محاولاً الاستقلال، وتمكن من القضاء عليه. وكان آخر حكامها الذي حاول التمرد على بابل آني وأعلن استقلاله ولقب نفسه ملكاً عليها، ولكنه فشل بذلك وجاء الرد سريعاً، فأخذ أسيراً إلى بابل ثم أعدم خنقاً، لتنتهي إشنونة تحت حكم السيطرة البابلية. بعد ذلك تظهر المدينة ولكن نادراً في المصادر النصية المسمارية، مما يعكس احتمال زوالها واختفائها في نهاية المطاف. أعلنت إشنونة استقلالها عن أكد عام 2026 قبل الميلاد، وظلت تبحث عن استقلالها طوال عهودها، فثارت على حمورابي بعد أن تحالفت مع لارسا ضدها فدمرها. كان أول من نقب فيها هنري بوغنون في عام 1892، لكنه أهمل تقريره عن الموقع قبل وفاته في عام 1921.
تم إعادة التنقيب في 6 مواسم بين عامي 1930 و1936 من قبل معهد الدراسات الشرقية في جامعة شيكاغو بفريق بقيادة هنري فرانكفورت مع ثوركليد جاكبسون وستن لويد، وكانت سكرتيرة البعثة الميدانية ماريت شو. قاد فرانكفورت وفريقه عمليات تنقيب أفقية ورأسية على 4 تلال، خفاجة وتل أسمر وتل أجرب وإشقالي، وكشفوا عن وجود معابد وقصور ومباني إدارية ومنازل يتراوح تاريخها من حوالي عام 3100 قبل الميلاد إلى 1750 قبل الميلاد. وقد عززت المئات من القطع الأثرية التي تم استعادتها من تحت الأنقاض هذه الهياكل المدنية في فهم تاريخ فترة الأسرات الأولى بشكل كبير. وعلى الرغم من المدة الزمنية التي انقضت منذ الحفريات في تل أسمر، فإن أعمال فحص ونشر الاكتشافات المتبقية من هذا الحفر تستمر حتى يومنا هذا. فقد شملت هذه الاكتشافات حوالي 1500 قرصا مسماري. في أواخر التسعينيات عمل علماء الآثار العراقيون في تل أسمر، ونتائج هذا التنقيب لم تنشر بعد. من أشهر كنوز تل أسمر ومملكة أشنونة ما عرف بكنز أشنونة، فقد كان التجار في أوائل القرن الماضي يسعون إلى نهب القطع الأثرية في ديالة، ما لفت انتباه علماء الآثار إلى هذه المنطقة. وأثناء التنقيبات كشفت بعثة فرانكفورت عن هذا الكنز، وتعد التماثيل 12 من بين الأشياء المعروفة جيدا والمحفوظة جيدا والمعروفة مجتمعة باسم كنز تل أسمر. لقد عثر على هذا الكنز خلال موسم التنقيب 1933-1934 في تل أسمر تحت أرضية معبد مخصص لله آبو. كانت التماثيل متجمعة ومحفوظة بعناية في تجويف مستطيل بجوار مذبح في المعبد، ويشير وضعهم بهذا الحرص على دفنهم عمدا، ومع ذلك ظل السبب وراء دفنهم وماهية الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن فعل ذلك أمرا مجهولا. ويقترح فرانكفورت الذي كتب كثيرا عن الموضوع إن أحد الكهنة قام بشكل روتيني بدفن التماثيل القديمة أو المتضررة بشدة من أجل إفساح مجالا في المعبد لتماثيل بديلة. يتراوح طول التماثيل في كنز تل أسمر الأثري بين 21 سنتيمتر و72 سنتيمتر، ومن بين التماثيل 12 يوجد 10 تماثيل لرجال وتمثالين لإناث، وقد صنعت 8 منها من الجبس و2 من الحجر الجيري و1 وهو الأصغر من المرمر. وكانت جميع التماثيل في وضع الوقوف ما عدا 1 كان في وضع الركوع، وقد تم استخدام قواعد دائرية رفيعة كدعامات، ووفرت الأقدام الكبيرة المتخذة شكل الأسفين للتماثيل الأكبر قوة تحمل إضافية. كان الذكور يرتدون التنانير بحواشية منقوشة تغطي القسم الأوسط والفخذين، وقد أحاطت أكتافهم العريضة والسميكة وأذرعهم الدائرية بصدورهم العارية التي كانت مغطاة بشكل جزئي بشعر أسود صغير. وكان جميع الذكور باستثناء 1 كان أصلع ولحيته نظيفة، لديهم شعور طويلة مقسمة إلى نصفين متماثلين تحيط بأسطح خدودهم وجبينهم الناعمة، وكانت العيون الكبيرة والتي كانت بلا شك أكثر ميزة لفتت الأنظار وموجودة في جميع التماثيل، مصنوعة من مادة مطعمة من الصدف الأبيض والحجر الجيري الأسود، وكان بؤبوع عين أحد التماثيل من اللازورت. قد تم تثبيت هذه المواد في الرأس بواسطة القار الذي كان يستخدم أيضا كصباغ لإعطاء اللحية والشعر لونه الأسود المميز، وكان الشعر والملابس يعكسان الأنماط السومرية لفترات الأسرات الأولى. تاجرت أشنونة بكل ما استطاعت أن تتاجر به، تاجرت بالخيل
والنحاسي والقصديري والأحجار الكريمة. هذا جزء من الموقع الآثاري ينقبوا فيه المنقبين الإنجليز، ويبدو أنه كأنما هو القصر الرئيسي لأنه مبني بواباته بالآجر ويمتاز بجدران سميك. ومما خلفته تلك المملكة العريقة ما عرف بقوانين إشنونة التي تتكون من لوحين عثر عليهما الأثري بطاه باقر في شادوبوم تل حرمل وشظية موجودة في تل حداد القديمة في عام 1945 وعام 1947، واللوحان هما نسختان منفصلتان لأصل أقدم يعود إلى حوالي 1930 قبل الميلاد. والفرق بين شريعة حمورابي وقوانين إشنونة أسهم كثيرا في توضيح تطور القوانين المسمارية والقوانين القديمة عموما. عالجت قوانين إشنونة أهم جوانب الحياة في عصرها وشهدت بالكفاية التشريعية لأصحابها، فاهتمت طائفة منها بتحديد أسعار الأقوات الضرورية لسواد الشعب، واهتمت مجموعة ثانية بتعيين الحد الأدنى للأجور، واهتمت مجموعة ثالثة بتحديد العقوبات على جرائم عصرها وعلى الأضرار التي تلحق بالغير، وعنيت مجموعة رابعة من تشريعات إشنونة بتنظيم العلاقات الأسرية والمعاملات الخاصة، واستنت سنة الشفعة وحددت أرباح القروض معدنية كانت أم عينية.
وقوانين عشنونة لم يتبقى منها إلا المقدمة و61 مادة كتبت على الأرجح في عصر الملك لالاما قبل قرنين من عصر حمورابي وشريعته. في أشنونة عثر على كنز وكتبت قوانين وبنيت معابد وقصور، وبعد آلاف السنين عدنا لنذكر بها. كنت معنا في الملتقى.